بتشجع مين؟ الدراويش طبعا. بالدراويش دلوقتي وقبل كده الاسماعيلي. بتشجع مين؟ اه بشجع الاهلي. تعال تعال. بتشجع مين؟ بشجع الليفر. ليفر؟ اه. بتشجع مين؟ النادي الاهلي. اه بتشجع مين؟ الاسماعيلي طبعا. الاسماعيلي طبعا. بتشجع مين؟ الاهلي. بتشجع مين؟ بشجع النادي الاهلي العظيم. كرة في مصر مفيش من غير الدراويش، بس دي جملة. ومنتخب مصر مفيش من غير الدراويش. اهلا نجمنا. انا عارفك انت بعيد. بتشجع مين؟ علي صوتك. الاسماعيلي. طب ايه رايك في الصفقات الجديده بتاعت الاسماعيلي اللي جايه؟ والله يا طول ما الكابتن علي ابو جريشه في النادي احنا قلنا، والكابتن عماد سليمان، وفي لجنه فنيه شغاله انا واثق فيها. بس طب والاداره؟ لا الاداره دي بقى ما فيش ثقه بيننا وبينها اصلا. طب الصفقات ده احمد عادل عبد المنعم والباك اليمين بتاع مصر المكسر. اه عماد صبحي. اه هم لغايه دلوقتي دول الرسمي، وفي صفقات ثانيه جايه. طيب المشكله دلوقتي لازم مشكله النجوم دي تتحل. الاسماعيلي بقى له كام سنه بينافس من اجل البقاء في الدوري؟ هو يعني الكام سنه، الاربع سنين اللي هم اللي جت فيهم فتره الاداره دي، اسوء اربع سنين مروا على تاريخ الاسماعيلي في الاداره اللي احنا فيها دي. بس هي ان شاء الله يعني خلاص في انتخابات، وربنا يكرم يعني اللي جاي، اي حد جاي بس هو يعني يعمل الاصلح. عايزين واحد بيخاف على النادي، واحد قلبه على النادي، خايف على النادي، حاسس بجمهور النادي. طب ده هنجيبه منين؟ هو بقى اللي بيرشحوا نفسهم بقى، ويشوف مين اللي مترشح ومين اللي هيقدم في الانتخابات. بس الكوره في مصر بقت ماديه، ما بقتش جماهيريه. ما عادش جماهيريه، لا بقت ماديه، بقت كله بيجري ورا الفلوس. طب وبعد الانتماءات دلوقتي موجوده عند جماهير معينه بس. فرق جماهيريه كتير نزلت من الدوري. في فرق كتير بقى، والاسماعيلي بقى مهدد، والمصري كان في وقت من الاوقات مهدد، وعلى المحله والاتحاد وخلاص. وفي فرق اسوان نزلت. اسوان نزلت، ما انا بقول لك في فرق مهدده، وفي فرق كبيره السنه دي هتبقى وحش. طب بس الفرق كلها بتدعم، احنا فين التدعيم بتاعنا؟ انت ايه رايك في الدوري المصري؟ الدوري المصري؟ ها. لا الدوري المصري ده مش دوري. مفيش تنظيم، مفيش، فين العدل؟ فين الامكانيات؟ فين اللي انت بتتكلم فيه؟ مفيش في الدوري المصري. مش المشكله في اتحاد الكوره؟ ما هو اتحاد الكوره، ما هو اتحاد الكوره اصلا يعني على ما اظن كده هي نهايته قربت يعني. المفروض يعني احمد مجاهد ده المفروض يتغير كده ويغيروا الدنيا، ويعني نحس ان في كوره في مصر. موضوع عبد الرحمن. طب في لعيبه، في لعيبه بنلاقيها في المنتخب بعد ما تسيب الاسماعيلي، يعني مثلا سيد معوض كان في الاسماعيلي ما واخدش مقعده في المنتخب غير لما راح نادي الاهلي، اسلام الشاطر ما خدش مكانه في المنتخب غير لما راح الاهلي، عبد الله السعيد نفس الحكايه. اه لا انا هقول لك كلمتين. ما في يعني كره في مصر ما فيش من غير الدراويش، بس دي جمله. ومنتخب مصر ما فيش من غير الدراويش. انت كنت في 2008 كنت منتخب، اي نعم ما صعدش كاس عالم، بس كان معاك فرقه كان نصهم من 2010 و2010 2010 كانت كاس العالم، و2010 2008 دي كان بطوله افريقيا خدناها. تمام، ما انا بقول لك كان معاك لعيبه كان نصهم منين؟ من الاسماعيلي، لان كان ساعتها في اختيارات عادله من الفرق. انما دلوقتي المنتخب اهلي وزمالك واثنين ثلاثة من بره، بس عادي المنتخب. يعني اي لعيب لازم يروح الاهلي والزمالك، لازم يروح الاهلي او الزمالك عشان يلعب في المنتخب، بس غير كده مفيش. طب هم كانوا واخدين باهر كده يحبشوا بيه الدنيا. احنا انا واحد يعني احنا كجمهور الاسماعيلي احنا طلعنا وقلنا ان باهر ما يستحقش يروح المنتخب، لان حرام في ناس اولى تلعب مكانه. طب شكر نجيب ما كانش يستاهل لا كان يستاهل يروح المنتخب، بس ما اتخدش. بس شكر نجيب لو لبس الفانيله الصفراء او الحمراء او البيضاء هيروح المنتخب. لو راح النهارده الاهلي مضى للاهلي الصبح هتلاقيه في المنتخب، في التايمر اللي جايه بتاعت المنتخب هتلاقي شكرا نجيب اول واحد في التايمر. طب في مفاوضات مع شكرا نجيب من النادي الاهلي؟ لا مع الاهلي لا، في مع بيراميدز، بس يعني الكابتن علي ابو جريشه طلع قال لك مفيش، شكرا نجيب مش هيتحرك من الاسماعيلي وهيجدد عقده قريب. بس هو ده يعني مفيش لعيبه. لا اللجنه دي انا ما اعتقد اللجنه دي مش هتفرط في اي لاعب يمشي تاني. بس شكرا يا كابتن.